بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد واستاد الأهلي. النهاردة ذكرى جميلة جدا علينا كلنا وعلى كل الأهلوية، فتحت خير على النادي الأهلي في بطولات أفريقيا، بطولة 1982 النادي الأهلي أمام أشانتي كوتوكو في معقلهم في غانا، تعادل 1-1 وكان فوز هنا بثلاث أهداف مقابل لا شيء. كابتن محمود الخطيب كان أحرز هدفين هنا، وكابتن علاء ميهوب كان أحرز هدف، وفي لقاء الإياب اللي ذكرى النهاردة كان أحرز كابتن محمود الخطيب هدف إدى النادي الأهلي فوز مهم جدا، وبطولة كانت فتحت خير على كل الأهلوية، أول بطولة أفريقية للنادي الأهلي، ومنذ هذه البطولة ابتدى النادي الأهلي يغزو أفريقيا. ثلاث بطولات أبطال الكؤوس، البطولة اللي بعدها النادي الأهلي وصل للقاء النهائي، ثم من بعدها ثلاثة أبطال كؤوس وواحدة دوري أبطال أفريقيا في 87. يعني كل سنة وحضراتكم طيبين، ذكرى جميلة بالنسبة لكل أهلاوي، بالنسبة لكل مصري. فتحت خير كانت على النادي الأهلي عشان دي كانت بوابة إن النادي الأهلي يصل إلى نادي القرن. تأكيد عطاء ناس ونجوم كبار، مجهود كبير جدا على مدار كل البطولات، وأجيال وراء أجيال بتسلم المسيرة والراية عشان النادي الأهلي دائما وأبدا يبقى فوق الجميع، وأيضا يكون نادي القرن والأكثر تتويجا في القارة السمراء. طبعا في بداية الاستوديو كنت لازم أتكلم على الذكرى، ولكن لازم أرحب أيضا بضيوفي الكبار كابتن مصر والنادي الأهلي كابتن ضياء عبد الصمد. مساء الخير يا كابتن، منور. مساء الفل حماده، وانت اللي منور، ومبروك للنادي الاهلي واول ذكرى افريقيه، وبمس على حبيب قلبي واخويا وحبيبي كابتن عمرو. انت انا سبقتك بقى فيها ديت، لكن عمرو يعني حبيبي وملك العالم كابتن عمرو. مساء الخير يا كابتن محمد، الله يكرمك. ربنا يكرمك. حاجه جميله ان انا شفت كابتن دي عشان كان وحشني. ربنا يخليك. ربنا يخليك. النادي الاهلي هي اللي بتجمع لما الشمل تتم الشمل ده. طبعا ابدا طبعا، اجيال ورا اجيال معايا جيلين بقى ما شاء الله برضو. لكن هبتدي بكابتن ضياء، لان كان في اجواء هذه البطوله، في اجواء جيل الثمانينات وبدايه غزو النادي الاهلي لافريقيا، كابتن ضياء. والله يا كابتن محمد انت يعني رجعتنا كتير قوي. احنا كنا قبلها بنتكلم، انا كنت في 77 78 تقريبا، بدايتي كانت في النادي الاهلي. الفتره دي كانت الاهلي كان بيحلم ببطوله. نعم. وكان بيتمنى ان هو يضيف حاجه او بطوله لدولاب البطولات اللي موجوده عنده. فكان 82 دي كانت تعتبر زي ما انت قلت في المقدمه بتاعت حضرتك ان البدايه كانت بطولة رائعة. ما كانش حد متأكد وقتها ان كوتوكو الاهلي بجبروت كوتوكو وقتها كان منتخب غاني، يعني انت بتتكلم في حاجة صعبة قوي. هكسب كوتوكو دي كانت وقتها يعني صعبة قوي، وما كانش يعملها غير فعلا حد زي لعيبة وخبرات النادي الاهلي. نعم. فدي كانت حاجة بس في حاجة غريبة كابتن ضياء. لا ده الجول، كابتن خطيب لما حط الجول ما عادش جري عليه يعني من فرحه. لا جول غريب، لا جول غريب، لا جول غريب، لا جول غريب، جول غريب. بص هو جاب الجول من هنا، ولو هنتابع بقى الفرحه بتاعت كل واحد، كل واحد في حته. كل واحد كل واحد كابتن اكرامي، كل واحد عايز يرفع في حته. اللي رفع الكاس اعتقد هناك كان كابتن مصطفى يونس، كابتن مصطفى. لا بص كل واحد فرح، كل واحد في حته. يعني انا فاكر ايوه كابتن مختار برضه، يعني ترقيصه جميله طبعا طبعا. لا بص دي، بص دي، لا 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 انت عارف كابتن ضياء بيقول الفرقه دي اول فرقه في غانا ما بتحبش ان هي تطفش، تمسك كوره وتحتفظ بيها. حتى الليبرو والكابتن محمود وهو رايح بالكوره عايز يشيلها عشان ياخدها لنفسه. وخدمت برضه كابتن عمرو، خدمت كابتن محمود، خدمته طبعا طبعا. يعني عايز يعني كمان يشيلها او ما يطفش، ياخدها بشكل جميل. بص معدي من تحتيه ازاي؟ يعني ثلاث سد باكات رايحين في اتجاه اقرب مثلا انها تخبط في اي حد فيهم. لا ده بص 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 لو خدت بالك كابتن عمرو، بص دي، بص بص السباك الثاني اللي رايح معديه من تحت، هو المفروض يشيلها، سهل جدا يشيلها. بص 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 التاني عايز يشيلها كشكل. سبحان الله. بص 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 ده، ايوه هو ده، هو ده فيرود عايز يشيلها. بص عدت من تحتيه، مفيش مفيش، ربنا عايز، ربنا رايد، ربنا رايد، لان اللي بيتعب في الاخر، اللي بيتعب في الاخر ربنا بيديله. وفي نفس الوقت كابتن جوهري كان يعني عارف ان الملعب هيبقى حالته كده والارضيه، فكان بيمرن لعيبه النادي الاهلي على ملعب قريب قبل ما يسافر غانا، يعني نفس الارضيه اللي الكره دي طبيعه كابتن جوهري على فكره. يعني لما يكون يبقى عارف ان رايح مثلا بيلعب في مكان فيه مطر كان يغرق ملعب، او يعيش اللعيبه في نفس الاجواء بتاعه المباراه. ملعب نجيلته مش كويسه كان يطلب ان هو محتاج مباراة في نفس الـ الأجواء اللي هيلعب فيها المباراة الرسمية. ودي طبعا خبرة، ودي الواحد بيكتسبها. يعني انت لو رايح تلعب مثلا سي على ملعب ترتان،
بتشوف اي ملعب في مصر حتى لو انت بتلعب قسم تاني او 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 دوري ممتاز قبل الانتاج ما كان بيغير ملعبه، انت كنت بتدور على ملعب ترتان عشان الظروف اللي بتاعت الملعب الترتان ديت تبقى بالنسبه لك مش صعبه على اللعيبه. طبعا لحظه تاريخيه طبعا طبعا لابناء النادي الاهلي والمصر، لعيبه النادي الاهلي بنجومهم الكبار ودخلوا التاريخ، رسموا للنادي الاهلي طريق في غزو افريقيا وطالعين ياخدوا كاس افريقيا. للكابتن مصطفى يونس بقى مسك في الكاس و اهو كابتن مصطفى وكابتن اكرامي وكابتن اكرامي. لا طبعا تاريخ تاريخ الناس كلها فاكره دي والناس كلها فاكره هدف كابتن خطيب في كوتوكو، لان زي ما بقول لك وكان كابتن عمرو راضي بيقول وكابتن مجدي طبعا لازم كابتن مجدي انك انت لازم عشان الفرقه دي تكسبها تبقى انت فرقه محترمه وفرقه كويسه يا كابتن محمد. طبعا فيعني كوتوكو دي فعلا كان اسم يعني تقيل، عشان كوتوكو ده فرقه تقيله، انت مش بتاخدها كده بالسهل كلمه كوتوكو انا كسبت كوتوكو او انا لا 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 اطلاقا، كان اللي يقول كوتوكو دي يبقى حاجه كبيره جدا. فطبعا هناك هم في وقت اللي الكابتن ده بيتكلم فيه ان هي كلمه كوتوكو فقط، بعد كده دخلت في التسعينات سمعنا عن كوتوكو وافريكا سبور، سمعنا النقيض دولتين يعني هم غانا. الاهلي والزمالك، الاهلي كان بيلعب في افريكا سبور والزمالك بتلعب في كوتوكو في وقت واحد، كنا مسافرين مع بعض في الوقت بتاع كابتن ضياء اللي هو كابتن محمود وبطوله افريقيا، كان الوقت ده كله المسمى الغانا كوتوكو. نعم يعني انت رايح تلعب منتخب عصري، امكانيات، اسماء، محترفين، كل حاجه كوره زي ما انت قلت. كابتن ما بيطفشوش، الناس بتاخد كوره بتبدا من تحت والناس بتلعب كوره، بتشوف كل جمل الكوره اللي موجوده في الدنيا كلها في الفرقه دي، سرعات وقوه ومهاره وملك العالي. نعم كابتن وملك كل حاجه. بص يا كابتن، احنا عصرنا النادي الاهلي في حاجات معينه كده بنقولها، ان احنا الاجيال بتاعت زمان من اول الجيل اللي خد بطوله افريقيا ده هم النجوم اللي بيقرب بيبقى واحد او اتنين في فرقه، يعني زي ما هنتكلم عن كوتوكو بنتكلم عن المغرب بنتكلم عن الجزائر، اسماء كبيره قوي بعد كده بتقل. هم كابتن عمرو بما فيهم كمان مصر، يعني النادي الاهلي اسماء اللي موجوده دي كلها حاجه ممكن ده اسماء حدث بالحرج حطوا الاساس هو اتحط الاساس كابتن هم الاساس اتحط خلاص، واحنا كلنا بنمشي على الاساس ده، النهج اتحط واحنا كلنا بنمشي على نفس النهج. بالزبط. حتى لما يجي يقول لك ايه اللي بيجي على النادي الاهلي كابتن فاروق بيعمل ايه يا كابتن عمرو؟ بيمشي على الاساس والاسس والقواعد اللي اتحطت من زمان وكل النادي بيجي يمشي عليها، ما فيش حد بيجي يغير اساس ولا قواعد النادي الاهلي. وحضرتك برضو يعني من كلام كابتن عمرو يعني معاك كابتن خطيب وكابتن طارق وزير كابتن مصطفى عبده وكابتن مجدي المختار وكابتن ماهر حمام وكابتن شريف عمام وكابتن ثابت البطل وكابتن وكابتن ربيع السيد الحشيش وكابتن علاء كميه مواهب كابتن مختار كميه مواهب كابتن حسام البدري كابتن حسام البدري اساسي طبعا كابتن ياسين ايوه دي بالظبط واحد يا كابتن كان عامل ازاي؟ كابتن بص هقول لك حاجه، انا مش هتكلم كتير برضه في الموضوع ده لان احنا يمكن بحث يعني كتير جدا. لا بس الاجيال الاجيال لما تيجي تتكلم لازم تعرف لازم. لا طبعا يا كابتن يعني الملعب كان نور يا كابتن. انا بقول لحضرتك لما كان واحد بيتحط اسمه على السبوره انه هيكمل تقسيمه كابتن عمرو يكمل تقسيمه للفريق الاول ما بيعرفش ينام. كابتن انت قلت اسماء اسم كل واحد من المجموعه دي فرقه حاجه تقيله يا كابتن، والله العظيم ما كنت بينام يا كابتن فاروق من كتر الفرحه اللي انت فيها ما بتنامش. انا هلعب جنب كابتن خطيب، انا هقعد جنب كابتن ثابت الله يرحمه، انا كابتن اكرامي هروح، انا كابتن مصطفى يونس، انا كابتن ماهر همام، انا كابتن الموضوع مختلف تماما غير دلوقتي. دلوقتي يعني العمليه اتسهلت، الاحتراف سهل كتير جدا. انا كنت لسه هسال حضرتك الفلوس سهلت كتير جدا. اجواء دوري ابطال افريقيا ما كانش زي ايامكم، ايامكم ما كانش فيه، كان الطيران اكيد مختلف، العيشه، الاقامه، الاعلام يا كابتن، الميديا ما كانش فيه ميديا كابتن فاروق، كانت الميديا كابتن عمرو موجوده، جورنالين ثلاثه وقناه الاولى والثانيه. مين اللي هيكتب عنا؟ مين اللي هيكتب عنا؟ مفيش حد بيكتب عنا. اسماء كبيره وما بتكتبش ما بتكتبش على النجم بس. ده لقاء الذهاب 3-0 في استاد القاهره، 120,000 متفرج. بدايه 3 أهداف في الشوط الاول، النادي الاهلي خلص بطوله افريقيا في الشوط الاول. طبعا بدايه كابتن محمود خطيب الهدف الاول، ثم كابتن علاء ميهوب الهدف الثاني، ثم كابتن محمود الخطيب الهدف الثاني، وفي جولين و3 أهداف على ما فيش احلى من كده. ما فيش احلى من كده. اتفضل يا كابتن عمرو. زي ما الكابتن ضياء بيقول، انا هقول لك حاجه كابتن محمد بسط قوي. في الوقت اللي الكابتن ضياء بيتكلم عن نجوم النادي الاهلي دي، انا كنت صغير وكنت بلعب في نادي اسمه مدينه نصر، وحبيت اخش النادي، كان عندنا ماتش مع الجيل تامر حفني ومحمد يوسف، فهم كانوا في الاستراحه. فاكر انت كابتن ضياء؟ الاستراحه كانت تحت مدرج، واحنا معديين شفنا عارف السحابه،
كابتن خطيب، كابتن زكريا، كابتن طاهر، كابتن مصطفى عبده، كابتن مصطفى يونس، إكرامي. كابتن اكرامي بعد شويه، دكتور فتحي نصير بعد شويه. الهدف الاول يا كابتن معلش بس ما ينفعش جون زي ده ما نتكلمش عليه، حاجه توقع ورؤيه و كابتن دي حاجات دي محفوره في التاريخ. كابتن محمود مش محفوره في التاريخ. الاجيال في اجيال جديده بتسمع طبعا عن الجول اللي اتاخد في فلسطين، كابتن لازم نشوفه. بس في حاجه بسيطه قوي على مدار السنين دي كلها، كل الاعمار وكل السنين بتتغير، اسم الكابتن محمود ما اتغيرش. هو عشان الموهبه الاسطوره. نعم. زي ما انت بتقول يعني الكابتن ده لسه بيقول يعني هيقول على الجون بتاع الكابتن محمود بتاع التو، لا جون كوتوكو اللي على الطاير. نعم. الكره بتاعت الكابتن ربيع. نعم. كابتن حسام اللي على الطاير كابتن محمود. حاجات احنا ما بنشوفهاش غير يا كابتن. لا الهدف الثالث كمان اللي راجع صوتها. طب اقول لك على حاجه، لو انت سمعت كابتن حسين مدكور بيقول الله يرحمه يا محمود يا سلام لو قطمت الجو، بيعيد يعيش السيناريو مع كابتن محمود، يجيب الكوره جون ازاي. بس هو يعيشك برضه يا كابتن عمرو. لا يعني ما يعني هو يديك ان انت تعيش. ده الهدف الثاني، ده الهدف الثاني. كابتن بيبو وقف على الكوره وبعدين عملها عرضيه، وكابتن علاء ميهوب من اللعيبه برده المميزه اللي كانت تخطف. لا 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 لعيب نص ملعب جه في كان مصر. لا كان ما شاء الله يعني. بص علاء حاجه، معظم اللعيبه الموجوده دلوقتي كابتن فاروق بيفقدها من 3 او 4 لكل بوزيشن في الملعب. كابتن علاء ميهوب لا ما شاء الله، رؤيه بدني حرفنه يعني بلغه الكوره غلاسه. نعم. رقابه في كل حاجه هيدرز. يعني برضه هيدرز بيعمل كل حاجه. تلاقي دلوقتي يا كابتن، تلاقي دلوقتي اللي موجود دلوقتي كابتن فاروق اللي بيشوط ده بقى الهدف بقى حاجه نادره اهو. اللمه دي اللمه المعروفه اهو. بص اهو هذا الراجل وبالشمال قريبه. مع السلامه كابتن محمد. خلاص بقى خلصت كده، خلاص كده خلصت خلاص. فلا لا كان جيل بصراحه، والكوره يعني الكوره زمان كانت برضه كانت صعبه كابتن محمد. نعم. ما كانتش زي دلوقتي الكوره بامانه، يعني كانت كل ظروفها اصعب من دلوقتي. دلوقتي في حلول كتير جدا، في حاجات كتيره جدا بتسهل على اللعيب لو هو عنده امكانيات 50 60% الميديا والكلام ده كله تطلع. عجبك الجون ده؟ عجبك الجون ده؟ عجبك قوي يا حماده؟ جو الكاميرا في الملعب زمان اهو. الكاميرا في الملعب فاكر القناه الثالثه. كابتن محمد احنا بنقول كابتن ده لسه بيحكي، احنا بنتكلم عن واحد في جيل. انت دلوقتي بتتكلم عن كابتن محمود، تتكلم عن كابتن علاء، تتكلم عن الكابتن مختار، تتكلم عن كابتن شريف، تتكلم عن كابتن مصطفى عبد الدكتور، تتكلم عن كابتن اكرام، كابتن شوبير. انت مش محتار، انت بتتكلم عن 25 كابتن عامر. الكره دي ضاعت ازاي؟ ها بص. لا وبعدين بقى في حاجه كمان يا كابتن عامر. الاوفرات البلسم اللي كان بيعملها كابتن مصطفى عبد اللي بيقول لك لا هو بيقول لك يعني هتقول ايه؟ يعني كلها اجوال يعني. بص 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 الاسبانيات، بص كلها اجوال خطيب، كلها اجوال. نعم. كلها اجوال. لا 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 مش بنسمع عن شد و لا يجي لك شد ويجي لك خلفيه ويجي لك سمانه. لا 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 الناس دي كانت عارفه تعمل. شوف الكابتن بيقول لك ايه؟ عشان التمرينه تكمل انا ما بنامش عشان عارف ان انا هبقى جنب. والله العظيم يا كابتن عمرو، والله بقول لك اللي كان يطلع يتمرن يا كابتن فاروق صدقني الكلام ده كله جيلنا يعرفه. بس كابتن كله جيلنا يا كابتن عمرو، كان حسام دلوقتي يا كابتن الناس ساعات بتحس ان احنا بنتكلم ان احنا بنزود لا 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 في الكلام. لا انا هقول لك على حاجه يا كابتن محمد، انا كنت بحضر قبل كده وانا صغير بتفرج على مدرجات نادي في المدرجات، اتفرج على تمرين النادي الاهلي. في يوم من الايام معقول ان انا هبقى موجود جوه؟ انت بتحلم بقى اهو. معقول انت ممكن في يوم من الايام تبقى جوه؟ طب هقول لك حاجه يا كابتن عمرو، انت عارف النادي الاهلي في مع بدايه شهر 12 او 11 جزيره كانت النجيله بتعبر فيها ايه؟ بتموت. الكلام ده كل اللعيبه القديمه عارفاها كانت كويسه قوي عشان برضو بيبقى عليه قطاع نشيط. بتموت يا كابتن خلاص. بتموت. لما كان في ملعب صغير ما كانش بيتلعب عليه، حتى الملعب اللي هو القديم دوت اللي قدام كان جنيد الخالدين دوت ما كانش بيتلعب عليه ماتشات. فين وفين في الاخر خالص بقى، يمكن في نص الثمانينات او في اخر الثمانينات بدا يتلعب عليه ماتشات ناشئين، بعض الناشئين على الملعب ده كانوا بيلعبوا باسم الاتحاد العباسي زمان بعد كده لكن انا بتكلم على الحته بتاعت الملعب ده، انا بكلمك في حته قتاليه يا كابتن. كان لما كابتن جوري يحب يشد الفرقه كان يلعب مع فرقه كابتن عادل طعيمه، اللي هي فرقه مين؟ فرقتنا احنا. احمد جمال، جنجا، علي عباس، ابراهيم حسن، حسام حسن، اشرف الفار، محمد امام، رضا عفيفي، ايمن اسماعيل، فرقه اللي هي ده فرقه تقيله كابتن. فرقه تقيله جدا. شمس حامد، محمد مرزوق. كان يعمل ميكس كابتن. انا عايز اقول لك بقى في 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 تعتبر بتلعب على ارض زراعيه. نعم. ارض كانت ناشفه فعلا. نعم. بنلعب بستة صفر يا كابتن عمرو.
انت متخيل يعني ايه 6 ستارز في ملعب النادي الاهلي في شهر واحد او شهر 12؟ ده يقول لك يعني ايه الملعب. على كلام حضرتك لما كنت بتقول الملعب شكله ايه او التمرين شكلها ايه، بص بقى كابتن القتال، وبص الحماس، وبص الروعه، وبص كل حاجه اللي انت عايزها يعني محتاجها بتطلع في الوقت دوت. كابتن جوري كان مدرسه، كابتن كان مدرسه، الله يرحمه يعني، الله يرحمه يعني، الله يرحمه يعني، ابدا في قلوب كل العشاق الاهلاويه والنادي الاهلي. وكانت ذكرى مهمه جدا لازم نحتفل بيها، لان دي كانت بدايه غزو النادي الاهلي للقاره السمراء، بدايه خطوات النادي الاهلي في الحصول على لقب نادي القرن. فعليا كانت في بطوله 82. نبتدي نتكلم ونرجع لدوري العام المصري، النادي الاهلي امام مصر المقصة، مباراه من المباريات اللي النادي الاهلي كان اكثر فرص واكثر استحواذ ولكن لم يكن موفق، وعلى الرغم ان هو من افضل مباريات النادي الاهلي في هذا الموسم. كابتن عمرو، هبتدي مع حضرتك برؤيتك لهذا اللقاء. النادي الاهلي اكثر من 13 فرصه مؤكده امام نادي مصر المقصه، كان في بعض المشاكل للكابتن حسام البدري من ضغط المباريات، وفي الاخير كانت النتيجه لمصلحه مصر المقصه. اقول لك على حاجه محمد، في الظروف اللي فيها النادي الاهلي انك بتلعب ناس بتبقى بعيده قوي، واللعيبه بتبقى من ضمن الاعمال الاساسيه بتبقى موجوده في الملعب، بتبقى مش موجوده للاصابه او ايا كان الموقف، الماتش ده مشي بثلاث سيناريوهات. بدايه المباراه النادي الاهلي، سيناريو المقصه في النص بعد التهديف، فعز ما انت دخلت جيم المباراه بالهدف وضربه الجزاء تخش في الجيم، هم جالهم ضربه جزاء اخر ربع ساعه، النادي الاهلي بكل اللي كانوا موجودين فيه بالغيرات اللي عملها الكابتن حسام بدري، ما اعتقدش ان في فرقه في مصر تقدر توقف قطار النادي الاهلي في الربع ساعه دي. اللي هي بالظبط ال 13 دقيقه اللي نزل فيهم مؤمن. الشكل، تغيير مستوى عبد الله السعيد، اداء مؤمن، بكماني، ازارو، اجايي، ظهور صبري، زياده مؤمن. فتحي، مؤمن، لسه قلت لك مؤمن في الاول. شوف السيناريو مشي ازاي، دي اول الفرص، اول فرصه لازارو في الدقيقه 10، اول ربع ساعه للنادي الاهلي، عشان الكور اللي شفتها لازارو من فتره ادي لو في جون يبقى من الاجوان العالميه اللي هي فيها رؤيه وتغيير اتجاه وتركيز وتوجيه واحساس مكان. حلوه الكلمه دي يا محمد، احساس مكان، دي اللي هو ايه محمد فيرود، محمد فيرود شكله فيرود. هقول لك على حاجه، ايا كان السرد باك لن يتوقع تغيير اتجاه واللفه دي كلها وتوجيه الكره بالشكل ده. هو واقف فين يا كابتن عمرو؟ انت سرد باك كنت عارف كام دقيقه من ظهرك، هو عارف هو واقف فين الجول، دي صعبه جدا. طبعا هنا دي يعني لا 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 يعني، بص الكره دي، عبد الله لو كانت مفيش خلاص، دي لا دي مش عايزه حاجه، دي عايزه يعني يا دوب تاتش سندق بقى. بقول لك حاجه كابتن، في كوره لو اتعادت 100 مره بعد ما عبد الله السعيد حطها لبكماني، بدل ما يبقى الوش رجل من السبع سوار عشان تاخد السكرو لجوه، بقت لبره بتاعت بكماني الاخرانيه، اخر ثانيه خلاص الماتش خلص. انت بالظبط في اخر 10 دقائق او اخر 8 دقائق اللي هيضيع 3 اجوان غير الجونين اللي جابهم، ده حقيقي، 3 اجوان غير الجونين اللي جابهم. فاحنا بنقول طبيعي اللي بيحصل، ان ده النادي الاهلي قطار مش هيوقفه حد، بس بنقول وارد ان يحصل عطل بسيط سهل انك تتلاشاه بعد كده، وكويس ان هو اول الضغط وانتخابات ولعيبه واصابات. وخد بالك في سيناريو واضح قوي للناس كلها، معظم اللعيبه اللي في مصر خايفه لا تتصاب لما تروحش كاس العالم. انا قلت ده لا صح محمد قبل كده الجمله دي، قلت له في ناس هتسافر هتصعد مصر كاس العالم، وفي ناس مش هتسافر، الناس اللي هتروح بتفكر دي من حاليا بيفكروا والله يا كابتن محمد فعلا انا هتعور، لا يا عمر خايف، لا لا صاحب أنا لا لا رؤيه صح، انا احسن يحصل لي حاجه. انت بتعمل اللي عليك والتوفيق بتاع ربنا، والاصابه ليك او مالكش ده قدر ربنا سبحانه وتعالى. بس نقول حاجه برضه يا عمور، معلش نقول حاجه برضه، لا نغفل، لا نغفل ان فرقه المقصه عندها ثلاث فراوده او عندها فرودين تقال جدا 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 جدا، مع الثالث اللي بيجي من تحت فوافي، لا لا مش فوافي، حسين، لا لا مسعد، لا الاسمر اسمه تراوري، تراوري الراجل ده لعيب جامد جدا 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 جدا، من اجمد الاندرات موجوده. صح صح، انا مش هتكلم حسين الشحات خلاص يعني اتعرف، لكن انت بتتكلم في فوافي وبتتكلم في انطوي وبتتكلم في فوافي ومسعد، مسعد وبتتكلم في، لا يا جماعه الفرقه دي تقيله فرقه معلش كوره طبعا. انا قبل ما اجي الحلقه هنا كابتن كان في مباراه الجيش، ايه ده يا كابتن ده؟ انت لو تبعتها يا كابتن؟ لا 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 سيبك من الرابعة كابتن، ممكن تبقى النتيجة غير معبرة تماما عن سن المباراة، عن سن المباراة مظبوط صح كابتن. اتفرج أول ربع ساعة وثلث ساعة، لا المقاس 29 مثلا، إيه ده؟
لا وجوال ايه يا كابتن؟ مش جوال بقول لك يعني معديك، لا يعني انا عايز مش عايز اغفل يعني اغفل حق المقصه بامانه الله. ودي برضو يا كابتن ترجع لحاجات كتير، توفيق ربنا يا كابتن هو فعلا فوق كل حاجه، ده فوق كل حاجه. ما تقنعنيش يا كابتن عمرو، لان انا انت طبعا مدرب كبير ولاعب كبير، ما تقنعنيش ان الفتره اللي جه فيها كابتن عماد عمل ال 360 درجه دي استحاله ورب ربع. كان ده يقولوا ناس ثانيه غير نبته الكوره، لكن التوفيق ماشي مع كابتن عكس قوي، لان عنده لعيبه يمكن تنفذ وتنفذ. بص بص يا كابتن، اه بس انا يا ريت بس الهدف الثاني للمقصه يجي لي من اوله معايا نجوم في الدفاع، ان الكره دي ردت من الحكم. يعني الهدف الثاني للمقصه كان الكره مع الاهلي، ودفنس النادي الاهلي كان فاتح، لان النادي الاهلي بيلعب كره هجوميه، فالطبيعي ان كمان الاثنين مساكين بيفتحوا والاثنين باكين بيفتحوا، فبقى في الاختراق من العمق. واقول لحضرتك كمان، لو حضرتك بصيت قبل ما توصل، بس يا ريت الهدف الثاني لمصر المقصه قبل ما توصل وتخبط في الحكم، كان عبد الله سعيد واجايل وحديهم، مفيش ولا لعيب من المقصه، فدفنس الاهلي مرحرح. هي دي، بص هنا الاثنين يا كابتن يعني تيجي بس من الاول تاني، بس من تمريره، من تمريره محمد هنا هنا بس هنا اللي تبدا يستلموا، غيرت اتجاهها وخبطت في الحكم، او خيله عبد الله السعيد، خيله عبد الله السعيد ما وصلتش للكابتن امين عمر. تراوري انتوي فوافي جول، يعني برضو التوفيق هنا في الحته دي. بس هقول لك على حاجه يا كابتن محمد عشان نبقى متفقين كويس قوي، خدت بالك من دي؟ مهما كنا بنطلع مواقف للتحذير لخط ظهر النادي الاهلي، احنا طول عمرنا والكابتن ضياء سامع اهو، احنا مالناش دعوه بسير المباراه، خط الظهر ملوش دعوه بسير المباراه، انت في المكان ده لمنع اي اهداف، تركيزك في حته واحده بس، فرودتك تمركزك ما يغفلش عنه. اي حاجه ثانيه وارد، ما انا لو تمركزت كويس ومراقب كويس هتفرج على الماتش زي حاجه. بقى يا كابتن عمرو، بقى انت سيرباك وانا راجل ليبرو، في حاجه ثانيه ما تتفرجش على الماتش اهو، يعني هنا كابتن دي مهمه جدا، هنا صبري، هنا هي دي المشكله. بص 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 احنا كاربعه خط اهلي، بص بص الاثنين، بص يعني لا انت استلمت، لا ولف ولفيت وراح، لا لا وانا لسه ما راقبتش. بص بص في الوقت اللي انا بحط الكوره او بباصي الكوره بسرو باص معين من العمق، عفوا ما فيش سرعات ما بين نجيب وما بين صبر رحيل وفوافي. كابتن معلش، هو اسرع اسرع وعدلته. طيب انا بحسب حاجه يا كابتن، معلش اتفضل، مهم جدا ان كان الكابتن عمرو اتكلم فيها. المفروض صبر رحيل وقف، لو جبت الجول ده وقفه صبر رحيل بيتفرج، ما بره اللعبه لازم يخش، ما ينفعش يا كابتن فيلم لازم ابقى من جوه. بس كده لا بس يا عمرو خلاص، بص هنا جوه. لازم هو اللي جوه، خلي بالك اول ما تيجي، اول ما تيجي بص يروح فين هو. الكوره مع الاهلي، انا اقولها معلش معلش، لا لا ما تفرجش. كابتن ضياء دلوقتي يا كابتن محمد، ايوه كابتن دلوقتي بيحلل حته معينه. بص يا كابتن، انا في الوقت ده مش براقب. بص هنا بص هنا خلاص بقت اوت خلاص كده، صبري رحيل يا كابتن اوت خلاص. يعني لازم ابقى صبري ليبرو، مش هيحط ويخلي هو في نظره، وهبقى ليبرو الايمن اشرف. نعم لازم يا كابتن، ما يعني لازم حتى لو الكوره معايا، حتى لو الكوره معايا، حتى لو الكوره معايا في حاجه بنتعلمها بيقولوا ايه، لو الفرود والسرد باك في خط واحد الفرود يكسب. ما طبعا طبعا، لو السرد باك ظهره لمرماه ومتمركز صح انا اكسب. أيوه هو مهما كنت انت سرعتك شكلها ايه. نعم. الترحيل والتقفيل يا كابتن برضه دي مهمه، حته الوقفه والترحيل دي يا كابتن فاروق دي تفرق كتير جدا، دي عايزه مجلدات. نعم. انت عشان توقف لعيب كويس في الحته دي انت محتاج فيها مجلدات. أصعب يعني حاجه انك توقف الاربعه اللي ورا يعني، طبعا هي يعني هي هي هي, هي غلطه، هو برضه غلطه، ولكن كانوا توفيق منتهي، الموضوع منتهي. بالظبط. هنكمل كلامنا على اللقاء. النادي الاهلي كابتن حسام بدري اجرى تغييرات، ونزول مؤمن، نزول باكا، نزول صالح جمعه. النادي الاهلي برضو جات له العديد من الفرص، وعاد حتى بعد هذا الهدف واحرز هدف عبد الله السعيد اللي كان من ضربه جزاء. عبد الله السعيد لكورتين في العارضه برضو، واحده منهم طبعا واحده من افضل اهداف الدوري. بالزبط. هل مجمل سير اللقاء الكابتن حسام بدري اداره جيدا؟ يعني بالظروف اللي مر بيها المباراه او مرت بيها المباراه كلها، انا شايف ان هو ما كانش في ايده ان يقدر يعني يعمل اكتر من كده. وزي انت بتقول التوفيق وعدم التوفيق، دي لو جت خلاص الماتش خلص خلصت بقت العمليه بالنسبه له، مش مشكله. برضو انا عايز اقول حاجه، اجاي برضو لما بيبقى مش في الفورمه او بيبقى مش في 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 كامل جاهزيته في المباراه بيفرق جدا مع فرقه النادي الاهلي دلوقتي. يعني كنا فتره من فترات كابتن عمرو تيجي تقول لك ايه عبد الله السعيد لو مش فايق غصب عنه، لازم كل فتره كده في لعيب لازم ياثر بصوره او باخرى على اداء اللعيبه كلها.
جاي دلوقتي كابتن بقى مؤثر جدا. انت ممكن تشوف منه حاجه انت عمرك ما تتخيلش. الجون اللي كان قبل المباراه دي اللي حطها من على 18 صعبه جدا. لقيتها صعبه قوي. صعبه 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 صعبه. بص هنا برده تاني نفس الكوره نفس هي السرعات السرباص اللي من السرعات بالتمركز بالوقفه بالعمق بيني وبين الفرويد. يعني كابتن عمرو لو انت عندك بيلعب عليك بيلعب عليك فيرويد سريع بيلعبوا عليها كابتن عارف هتعمل ايه يا كابتن. انا هريح دماغي في الحاجات اللي زي دي. عفوا يعني اعتقد ان فاول هعمل فاول ممكن اعطل من بدري. يعني انا كنت هعمل تاكلنج لعبت على قبل كده لاعب في نادي الترسانه كابتن ضياء اعرفه اسمه عصام عبد الرحيم. اقسم بالله اخو محمد عمر بطل مصر 400 متر. اخو محمد عمر شوف لونه اخو محمد عمر شكل الشوز ما تقدرش تشوفه. كارلوس يعني هو بيتكلم ان هو بيتوقع اللعبه كابتن المساك سيرد باك. لا مش احنا ما بنتوقعش. انا بلعب مان بس كده باخد انا باخد المان بتاعي سريع توقع. هو اسكى افرض اتعملت له انا رحت في اتجاه وهو راح الناحيه الثانيه وهو رايح هو اتجاه ثاني خلاص انا غيرت اتجاهي رحت رحت مش هروح في حته. انا لو معاك لعيب سريع يا كابتن بعمل حساب المتر او 2 متر ديت طبعا وانا بتحرك قريب بقى انا للجو هو اللي بره. ما ينفعش تخلي كابتن الفرويد هو اللي جوه وانت اللي بره. ما ينفعش بعمل حساب زي ما كابتن عمرو بيقول. يعني فعلا عصام عبد الرحيم دوت اخو كابتن محمد عمر على فكره وكان لعيب سريع اسرع من اسرع لعيبه اللي في مصر. بطل مصر ممكن نزود لك مثلا زي ياسر ريان واسرع من ياسر ريان كمان كتير. تمام عمرو كان ليه بيقول كده اسيب له متر 2 متر لما الكوره تلعب لونج باص طويله. لكن لو لازق فيها كابتن واول ما بيعمل خلاص الترنات ويلف هيسبقه هيسبقه. ما احنا رحمه الله امرئ عارف قدر نفسه بيسيب ال 2 متر دي فعمري بيفرق معاه في ال 2 متر دي خلاص. لكن لو لعيب حريف يا كابتن فاروق بلزق فيه لازم. ما بسيبلوش مساحه لو خد المساحه عشان خلاص اللي استلم ما يستلمش خلاص. في ناس في اللي استلم ما يلفش خلاص واللف ما يلعبش واللعب اعمل فاول. دي حاجات ما لازم يا كابتن دي حاجات اساسيات في الكوره. ده الهدف الثاني ازارو. بص يا كابتن محمد الهيدرز اللي عمله باكا عامل ازاي مش لعيب كويس لا لا كويس شمالي مش مالي الهيدرز كويس. بص بس طالع طالع ومتاكد ان هي هتعدي باك ليفت المقصه وبعد ما ردت بص ردت فين وازارو رايح فين. ازارو هو اللي قطع. اكتر واحد في فرقه النادي الاهلي حاليا بعد عمرو جمال الله يمسيه بكل خير قبل الاصابه على الجول وليد ازارو. دي حقيقه. خلي بالك يا كابتن عمرو. بص انا بقول لك ايه اكتر واحد في النادي الاهلي حاليا على الجول تلاقيه في يعني مش في ال 18 لا في السته يا كابتن في الست اكتر واحد تلاقيه هو مين؟ وليد ازارو. بس محتاج كابتن معلش برضه حته يعني ايه ال 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 عارف اللعيب الرزين ايوه يعني يرسى شويه بقى خلاص بقى وليد بقى انت خلاص بقيت موجود ومشكله بالنسبه لك ايه ده شويه بقى وليد. الكره تتشاط الكره يتعمل عليها فولو كان مين؟ كابتن ايمن شوقي. هو كان أحلى بتاعتي أحلى او مش بتاعتي انا رايح ومتاكد فاكر نهائي كاس نهائي كاس كابتن ايمن انا لعبت معاه وكان ليا الشرف ان اكون موجود معاه بتاعته مش بتاعته متاكد في اثنين كانوا في النادي الاهلي بيتوقعوا الخطا كابتن محمد رمضان والله العظيم بس في الفولو يمكن عشان كابتن ايمن 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 عايز يروح كان بيروح رمضان كان بيلعب بدماغه من بره ال 18 بيشوط بدماغه بال 18 رمضان كابتن رمضان احرز هدف مره نزل بره ال 18 على الشمال ناحيه الشمال حسن المستكاوي رمضان يعدل جرافطه البدله على الشمال يا عمرو صح؟ مع الشمال هيك على الشمال بس ارجع بتفرج على الشمال ايمن لما الهدف اللي كان في نهايه كان يمين حسين السيد اللي رد على يمين حسين السيد من عند الشمال هناك الهدف ده له قصه يعني حتى كابتن محمد رمضان كابتن طاهر ابو زيد قال له الكره دي يا جون يا هترد لك. لا دي بتاعت الكابتن ايمن شوقي. كابتن ايمن شوقي ايمن كابتن شوقي لو انت فاكر الكابتن كابتن انور والكابتن طاهر كان نزل وبعد دقيقه جه الفاول ده. جه الفاول ده اتشاطط فقال له يا جون واقف الكابتن ايمن طاهر يا جون يا هترجع لك انت ايمن يعني قال له يا كده ايمن روح عليه. ايمن شوقي ايمن شوقي من اللعيبه اللي كانت قليله جدا في النادي الاهلي بتعمل فول على الكوره بيروح كان الله يا رب يرحمه كابتن كوردي شوف على كده الله يرحمه حاتم كردي كان من اللعيبه برده اللي كانت بتعمل فولو على اي كوره. كردي كنت ليه جوه مش جوه ال 18 بقى معلش لا انا جوه السته هي دي حاسه الفيرود دي حاسه الفيرود فعلا حاسه الفيرود فاكيد ان شاء الله وليد ان شاء الله ربنا يكرمه وهياخد جزء من حسن في فتره التسعينات. لا حسام بقى حسام بقى خلاص بقى تتكلم في ايه. بص احنا كابتن حسام طفره ده حاجه ما طفره من الطفرات الموضوع بقى طفره من الطفرات. يعني حاجه واحنا مع المنتخب مره كل شويه كابتن مورا الله يرحمه انت كل الكوره عاليه هتاخدها على الطاير انت مصمم طول عربيه انت مصمم. فانا كنت قاعد مع كابتن حسام في الاوضه قال لي هتيجي فاحنا قاعدين احدف له الكيس يقوم عاملها هو على الطاير ثلاث اربع مرات على السرير كابتن مش هتيجي في النهائي اللي رفعها كابتن خالد عيد هي اللي جابت حسام على الطاير على الطاير ادي بقى كابتن ايمن شوقي الهدف الاولاني. يعني بص بقى لا كابتن ربيع طلع والكابتن ايمن طلع وراه متوقع ولا ممكن تعدي عارف في حاجه اسمها بيقول لك اللعيب الطايره بيعمل
كفر للتاني. ايوه بص الكره دي. ايوه كابتن. ايوه بص كابتن ربيع. لا أيوة. بص كابتن ربيع فين. ايوه اي أيوة. ومين اللي رفع الاوفر؟ كابتن اسامه عربي. لا لا لا, لا كابتن اسامه عربي يرفع ويقع. لا لو وقع جول دي مش كابتن اسامه ده. ماشي ها. وهنا كابتن ايمن شوقي. ده مين ده؟ كابتن محمد سيد. محمد سيد بالشمال. محمد سيد. كابتن محمد سيد بالشمال. كابتن خطيب. لا ده ده اه ده كابتن خطيب اللي لابس سترينج وخطيب. خطيب خطيب اه كابتن خطيب. بص كابتن محمد سيد اهو. ده ماتش ايه ده؟ ده كابتن طاهر. ده ماتش الهلال السوداني ده اللي وقع. اللي وقع كابتن طاهر. 9 ده الهلال السوداني 87. عشان بس الناس ده نهائي ابطال افريقيا. بص يا كابتن ضياء كابتن ربيع طلع. بص بقى كابتن ايمن واقف فين؟ والكابتن ايمن طالع بعديها كفر طايره بالظبط. ايوه. لا في حته كابتن لازم التاني يلعب الفراوده يتعلموها. انا لو في بعض الفراوده اللي في مصر دلوقتي يقول لك كابتن ربيع هياخدها انا مش هعمل عليها تراي ولا اعمل عليها ولا خلاص. كاس افريقيا 87 بس عشان ايه؟ الهلال السوداني كان ساعتها برضو منتخب السودان بيلعب النادي الاهلي. تاني 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 يعني بطولات النادي الاهلي في افريقيا لدوري افريقيا للابطال مش تاني افريقيا يعني بطوله. النادي الاهلي خد دوري ابطال افريقيا 82 ثم 84 85 86 ابطال الكؤوس 87 النادي الاهلي حصل على بطوله دوري ابطال افريقيا مره ثانيه. وهذا اللقاء طبعا كان من اللقاءات الجميله جدا وكان اخر لقاء للكابتن محمود الخطيب اللي بعد كده كان اعلن اعتزاله. وكان احلى نص ساعه يمكن من احلى التايمات اللي الكابتن الخطيب يعني متع الناس كان بعد نزوله في الشوط الثاني في هذا اللقاء. نرجع ثاني للدوري العام ووضعيه النادي الاهلي بعد هذه المباراه. النادي الاهلي عنده لقاء مهم امام طنطا يوم الجمعه القادم. شايف اللقاء ازاي خاصه ان طنطا معاه كابتن اسامه عرابي كابتن ياسر رايتني من اولاد النادي الاهلي طبعا بنهنيهم على تولي المسؤوليه ولكن اعتقد ان اللقاء مع طنطا مش هيبقى سهل يا كابتن ضياء. الحته دي برضو هي سلاح ذو حدين. لو قلنا ان الكابتن حلمي طلال لما لعب المقصه في اول مباراه ليه وخسر 4 دي كانت سلاح ذو حدين ان ممكن اللعيبه تاخد الوضعيه ديت وتعمل مباراه جامده جدا. لكن اللي بقول لك انا لقيت مباراه مختلفه تماما ومغيره تماما. محدش يتوقع اي حد يعني اكثر المتشائمين اكثر المتشائمين بالنسبه للماتش دوت يقول لك مثلا ممكن الجيش يخسر 1 أو 2 على الاكثر. نعم. لكن يخسر 4 والشكل اللي انا بقول لك عليه دوت كان صعب جدا. نعم. انا شايف ان المباراه بتاعه طنطا هتبقى طبعا صعبه. كابتن ياسر وكابتن اسامه طبعا كقياده فنيه جديده لفرقه. انا شايف ان فرقه طنطا من الفرق الكويسه جدا عندها عناصر جيده جدا 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 جدا. برضو يمكن صادفهم بعض سوء التوفيق في اول الدوري لما كانوا كسبانين ام بي 3 طالعين. وانا مش متخيل فرقه تكسب اول تايم 3-0 وتيجي التايم الثاني تتعادل 3-3 وكانت سهل جدا انها تخسر 4-5. دي حاجه من الحاجات اللي كانت برضو لوغاريتم ممكن تقول ليه. لكن فرقه طنطا من الفرق المحترمه الفرقه الكويسه عندها بقول لك بعض العناصر الجيدين جدا جدا جدا. كابتن اسامه انا على ما اعتقد اول مباراه ليك انت لو كمدير فني لفرقه ولسه ماسك انا اللي انا طالبه ان انا عايز بونت. وخصوصا اللي هيصاحب الموقف على طنطا ان الاهلي خسر من المقص فهتبقى هيبقى الموضوع هيبقى صعب جدا جدا. انا بقول لك هيقفل كويس قوي كابتن اسامه وان شاء الله يبقى يعني المباراه تبقى في الملعب. لكن انا بقول لك هتبقى صعبه جدا 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 على الطرفين. ويمكن اللي هيصعب المباراه على طنطا ان الاهلي خسر من المقص يعني. كابتن عمرو يعني كابتن ياسر وكابتن اسامه عربي لعبوا جنب بعض نفس الجبهه كتير ولعبوا قدام بعض كتير ووجودهم في القياده الفنيه لطنطا. كابتن حسام البدري وحساباته هل طنطا هيواجهه بدفاع منظم ولعب على المرتدات؟ الماتش هيبقى على ملعب غزل المحله ولا طريقه اداء طنطا هتبقى بانهي شكل؟ لا بص احنا مش هنختلف ان طنطا هتبقى باداء وفكر وتدريبات الكابتن خالد وتكتيك كابتن اسامه عشان الكابتن اسامه يعني عارف طريقه النادي الاهلي واشتغل في الدرجه الاولى وعارف اللعيبه دي شكلها ايه. يمكن الكابتن ضياء كان بيتكلم انا بقول لك الماتش ده هيبقى حاجه جامده جدا للنادي الاهلي عشان القيل والقال الناس ما بتصدق يحصل اقاويل او يحصل اخفاق يحصل كلام كتير. لا رغم ان هو اول يعني هزيمه بعد 50 مباراه حضرتك الناس كلها بتقتنع ان مش مقتنع ان النادي الاهلي لسه ليه ماتشين وتاني وكان يقدر ماتش المقصه لو كسب يحسم. لا الموضوع النادي الاهلي اي كبوه او اي موقف او اي اخفاق بيحصل بيحصل على طول بلوره للفوقان. ليه يا كابتن؟ ليه يا كابتن؟ احنا طول عمرنا كده طول عمرنا كده. قدر النادي الاهلي. بص قدر النادي الاهلي ان كبار النادي الاهلي لما بيحصل حاجه زي كده بنتجمع بره النادي بنقعد عند اي حد
كان بيبقى الكابتن علاء او كان عند الكابتن شوبير وبنقعد ونتكلم. المكان انت المكان مكانك، المدح ليك والتصيت ليك والاخفاق ليك. بيتك احميه بطريقتك، اسمك حابي عليه بطريقتك، لمعه بطريقتك. اسم النادي الاهلي بصفه عامه، اسم لعيبه النادي الاهلي بصفه خاصه. كل واحد اللي بيهدف بيجيب واحد واثنين وثلاثه. اللي احنا بنشوفه دلوقتي الناس مستكتره ان النادي الاهلي يبقى هو المهيمن على الكره المصريه، هو اللي بيسعد الناس كلها، هو اللي بيبقى مصدر الفرحه في حته معينه. ما ده قدر مش جديد علينا النادي الاهلي، جيلنا او الاجيال اللي قبلنا او الجيل اللي بعدنا. كابتن حسام اعتقد يمكن كان احسن رد انه بيشكر لعيبته كويس قوي على الاداء اللي عملوه، وهايل هايل الكابتن سيد عبد الحفيظ لكل الردود لوسائل الاعلام. ايه يا جماعه ايه الجديد، احنا خلاص نسينا الموقف، احنا دلوقتي بنفكر في ماتش طنطا. هايل موضوع اتقفل خلاص، هايل يا كابتن سيد، احنا قفلنا صفحه وانتهت، مش هفضل اعيد فيها وازيد فيها في مواقف تقدر تاثر عليا وتاثر على لعيبتي والسوشيال ميديا والاعلام والصحافه توصل للعيبه بتاعتي ان انا اقول ان موقف بسيط حصل لخساره مباراه يخرجني بره الاطار ده كله. لا انا بطل وعارف انا هعمل ايه وعارف هفوق ازاي وعارف هنجز ازاي في المباراه الجايه، واقول للناس موقف حصل ونضاره واتقلعت. طب احنا معنا على الهاتف كابتن ياسر ريان المدير المدرب طبعا ده كابتن ياسر مساعد في جهاز كابتن اسامه عرب خير كابتن نادي طنطا. مساء الخير كابتن ياسر. خير يا كابتن محمد، عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ كابتن ده وكابتن عمرو. مبروك يا كابتن ياسر. ربنا يخليك. مبروك يا كابتن ياسر. ربنا يخليك يا كابتن ضيا، ومبسوط وسعيد جدا اللي كابتن ضيا معاك كابتن محمد على الهوا والله. لا هو ربنا يخليك يا كابتن ياسر، ربنا يخليك يا حبيبي. انا مبسوط انك انت رجعت تاني ومع حد برضه من المديرين الفنيين المحترمين اللي موجودين في 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 الساحه في مصر. الحمد لله. وان شاء الله ربنا يكرمكم ويوفقكم باذن الرحمن يا حبيبي. باذن الله. انا كمان يعني كان كابتني في يوم الامس النادي الاهلي، وراجل من اعز اصدقائي ومن الناس اللي انا بحبها اصلا، وكنت يعني ياما بقول له عايز اشتغل معاك يعني، والحمد لله اللي جه الوقت ان انا اشتغل مع كابتن اسامه. كابتن ياسر، كيف بدات المفاوضات مع نادي طنطا؟ معايا لا والله بالنسبه لي انا كابتن اسامه عرابي اتصل بيا من يوم الخميس اللي فات ده على طول. وقال لي انا بفكر ان شاء الله انت تبقى موجود معايا. قلت له طبعا انا ليا الشرف ان انت اللي انا اكون مع كابتن اسامه. وقال لي طب هكلمك ان شاء الله على اخر النهار. فعلا اخر النهار كان يوم الخميس، كان على الساعه 6 7 كده. قال لي خلاص اوكي انت معايا ان شاء الله ياسر، فيا ريت من بكره تبقى موجود. وكنت تاني يوم الجمعه كنا موجودين في التمرين عشان برضو بنبص على اللعيبه ونبدا ان شاء الله. انت عارف عندنا ماتش مهم بالنسبه لنا، هو ماتش النادي الاهلي. نعم. حاله اللعيبه كابتن ياسر يعني من اول تمرين حاسس بحاله اللعيبه في انهي مستوى؟ ما تنساش برضو يعني بتاكيد ان كلامك يعني جزئيه اي لعيب اي مدير فني. طبعا كابتن خالد انت عارف شخصيه محترمه اكيد، وراجل برضو هو اللي مؤسس الفرقه وهو اللي صعدها من الدوري الممتاز ب للممتاز الف، واشتغل معاهم واجتهد معاهم. بس انت عارف ممكن يكون في فتره من الفترات هو كان اصلا وقت من الاوقات هو كان عايز يمشي، وبرده الاستاذ فايز الغريبي برده كان مصمم انه يبقى موجود. نعم. عارف احنا بنشتغل مع نادي الامانه، مش بجاملهم، نادي محترم جدا برئاسه ومجلس اداره محترم، والله مش بتكلم اللي احنا موجودين. لا يقل الحمد لله عندنا عن النادي الاهلي في كل حاجه بنطلبها ما بتاخرش علينا. الجزئيه اللي احنا اكلمك فيها الاستاذ اللي هي اللي حضرتك بتتكلم عليها، احنا جينا طبعا انت عارف اي لعيبه وكابتن ضيا اتفق معايا طبعا وكابتن عمرو، اي مدير فني بيبقى جاي جديد على لعيبه جايه جديده، بتبقى في لعيبه طبعا مش ممكن تكون في لعيبه كانت بعيده عن الصوره، في لعيبه بتبقى حاسه ان هي مظلومه، في لعيبه بتبقى حاسه ان هو اساسي. كل ده كله بيجتهد وكله بيبقى عايز يبقى موجود في الصوره، فهي سلاح ذو حدين لينا وللعيبه. يعني اللعيب اللي عايز يثبت وجوده، احنا حتى انا اتكلمت معاهم قلت لهم احنا جايين جهاز جديد وكابتن اسامه عرابي يعني احنا بنوصل له الصوره إيه، ودي حاجه كويسه ليه. كل انت اللاعب اللي هو حاسس كان بعيد اثبت وجودك، واحنا دي بتبقى اصلا سمعه فينا حتى واحنا بنلعب. احنا اول ما بنلاقي مدير فني جديد حتى لو انا اساسي ابقى عايز اثبت له ان اللاعب الاساسي، واللاعب اللي بره عايز يثبت له برضه. كل ده فهو اهم حاجه احنا يعني ربنا يكون وفقنا محالفنا التوفيق ونعمل نتائج كويسه ترضي جماهير طنطا كمان يعني ان شاء الله. طب كابتن ياسر، هل هيبقى في تدعيمات في يناير؟ كان ده مثلا احد اشتراطاتكم في التعاقد ولا والله هيبقى نفس القوام؟ لا والله كابتن اسامه ما اتكلمش في الجزئيه دي حاليا. انت عارف داخلين النتائج طنطا برضو يعني هي مش على ما يرام بالنسبه لجمهور طنطا ولا يرضوهم. فكل تركيزنا اللي احنا ازاي
الفتره اللي جايه دي احنا شغلنا، احنا عندنا هنلعب النادي الاهلي وبعد كده هنلعب الانتاج والداخليه وانبي، عندنا ثلاث اربع ماتشات ورا بعض، كل تركيزنا اللي احنا ما بنبصش هنجيب مين في يناير او مين اللي هيبقى موجود او مين اللي مش هيبقى موجود، لكن كل تركيزنا الاساسي اللي احنا ان شاء الله ان ندخل طنطا المنطقه زي ما بيقولوا منطقه الامان اللي هتلي في اسم جمهور طنطا ونادي طنطا. طب كابتن ياسر، بدايه المباريات امام النادي الاهلي، نادي الافضل في مصر وايضا الافضل في القاره السمراء، يعني كان وضعيتكم ايه؟ طبعا انتوا عارفين من منذ تولي المهمه ان اول ماتشاتكم هتبقى امام طنطا امام الاهلي، هل ده يعني بالنسبه لكم مع اللعيبه كان بالنسبه لكم عامل اضاء يعني عامل مؤثر ولا كان في بعض الخوف؟ لا ما فيش شك، احنا طبعا انت عارف احنا متربين كده كده في النادي الاهلي، وما بنروح لاي مكان، احنا النادي الاهلي معلمنا كده ان احنا لازم ننتمي للمكان اللي احنا فيه وبنأدي بشكل كويس، وده اللي بيوصل برده من احساسنا للعيبه، ودي مهنه التدريب ومهنتنا اللي احنا ان شاء الله باذن الله اللي احنا موجودين مع نادي طنطا. طبعا احنا بنلعب النادي الاهلي نادي كبير طبعا، ونادي نتائج واخد دوري وكاس ووصل نهائي افريقيا ونتائجه كلها يعني الفتره اللي فاتت برده نتائج ايجابيه، وما فيش شك برده انت بتلعب النادي الاهلي، فاحنا برده كل ده احنا حاطينه في حساباتنا ان شاء الله، وباذن الله تكون يعني احنا نتمنى ان شاء الله من ربنا سبحانه وتعالى النتيجه تكون ايجابيه بالنسبه لنا ان شاء الله. يعني طب عاملين مكافئات للعيبه؟ هو انت اصلا لما تيجي تلعب قدام النادي الاهلي اللاعب بيبقى مش محتاج مكافاه على فكره، انا جربتها وانا في نادي المنصوره. نعم. حته اللي انت بتبقى تلعب قدام النادي الاهلي والماتش بيبقى اعلاميا عليه سبوت يعني، فكل ده بيساعد اللاعب، هو انت عارف اللاعب في الفتره دي متحمس اللي هو بيلعب مباراه زي مباراه النادي الاهلي، مش تقليلا في فرق الدوري، بالعكس الفرق كلها كل الاحترام، بس انت عارف مباراه النادي الاهلي بقى لها طعم خاص عند اللعيبه يعني. طيب كابتن ياسر، يعني برضو نتيجة الأهلي أمام المقصة، هل شايفها إنها ممكن تأثر في أداء الأهلي أمام طنطا؟ لا، الفرق الكبيرة لا، أنت على فكرة يعني أنت بتتكلم على فرقة زي فرقة النادي الأهلي، فرقة برضه بقى لها فترة طويلة جدا من السنة فاتت أعتقد ما خسرتش ولا مباراة 50 ماتش، ده طبيعي جدا النادي الأهلي، طبيعي أي فرقة في العالم مش هتخسر، لا هتخسر، لكن أنت بتلاقي أنا كنادي طنطا بنلعب النادي الأهلي، مش النادي الأهلي اللي هو بيخسر مباراة، بالعكس لما نشوف النادي الاهلي هو البطل اللي بياخد بطولات، مش النادي الاهلي احنا مش بنتحسب له بالقطع، النادي الاهلي بيتحسب له بالبطولات ومش بالماتشات اللي هي ما في فرقه ممكن تكسب النادي الاهلي وما توفقش بعد كده، مش ده المقياس، لكن احنا برضو النادي الاهلي ليه احترامه طبعا وليه كل التقدير، وفي نفس الوقت احنا برضو لنا طموح، احنا كجهاز فني مع كابتن اسامه والكابتن ياسر مصطفى والمجموعه اللي موجوده كابتن عصام وكابتن اسامه، ويعني الحمد لله المنظومه كلها ناجحه سواء اداريا او فنيا هنا، فاحنا بنتمنى لربنا سبحانه وتعالى يوفقنا في مهمتنا، وده الانتماء اللي احنا النادي الاهلي معلمنا او معودنا عليه، احنا يعني نطلع بره اي مكان بننتمي للمكان اللي فيه، ونبقى احنا عايزين الحمد لله ننجح. احنا ده بيبقى برده تحت مسمى النادي الاهلي ان شاء الله. هو الصراحه انتشار ابي اهلي في الدوري الممتاز او حتى في الممتاز بيه في كل الانديه ده بيبقى شيء ايجابي وبيفرحنا وبيساعدنا للغايه. كابتن ياسر، حضرتك كنت بتلعب مع كابتن اسامه عرابي في نفس الجبهه اليسرى دائما، وجودك بقى معاه على الدكه وفي الجهاز الفني، هل هو نفس الانسجام؟ لا ما فيش شك، خلي بالك اللاعب الكره وهو مدير فني الامور بتبقى بالنسبه له متغير طبعا، وهو بيلعب برضه وهو مركز مع نفسه وهو بيلعب، وانا مركز مع نفسي وانا بلعب، لكن انت لما تخلي مدير فني يتحمل مسؤوليه 33 لعيب وجهاز فني كامل برضه هو بيتحمل مسؤوليته وجهاز اداري، فالامور اكيد بتبقى بتتغير، لكن هو انا الطباع بتبقى بتاعته انا عارفها، وببقى عارف هو امتى عايز يتكلم وامتى ايه اللي بيتبسط من ده وبيتضايق من ايه، كلها حاجات بتبقى امور بتبقى احنا من كتر واحنا بنلعب مع بعض برضه معاشره وحتى اسريا ومع بعض طول عمرنا، فالامور بتبقى بسيطه يعني مش صعبه. كابتن مصر النادي الاهلي كابتن ياسر ريان، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. عندنا كلام مهم جدا ويعني تحليل اكتر للنادي الاهلي ومباراته امام طنطا، ايضا اطلاله على الجوله القادمه في الدوري الممتاز جوله الاسبوع ال 13، لكن بعد هذا الفاصل اوعى تروح بعيد عشان النادي الاهلي حد. اهلا بكم من جديد مشاهدينا ونكمل كلامنا. كابتن عمرو حديدي، النادي الاهلي امام طنطا على ملعب غزل المحله، وهل ملعب غزل المحله كسابق عهده؟ لا، ملعب غزل المحله كان زمان حاجه ودلوقتي حاجه ثانيه. كنت لسه بقول للكابتن ضياء على حاجه في الملعب معينه كده
اهو ملعب نادي الغاز المحله ملعب واقف، غليات الملعب ناحيه اليمين دي الملعب طالع يعني اللي هي خلفيه الدرجه الثالثه، ببص غرفه اللبس من هنا ومن هنا اللي بينزل وبياخد الملعب يعني النادي الاهلي وانت بتتفرج كده يبقى ناحيه اليمين يبقى الغليات دي او اللي زي ما بيقولوا عليها زمان القلل بتاعه الميه دي ناحيه اليمين الملعب طالع. الشوط الثاني بيبقى الموضوع صعب جدا يعني احنا كنا بنتفق كابتن شوقي ياخد يمين الملعب الحكم ناحيه اليمين، كابتن شوقي، كابتن طه، طه السيد، حسام محيسن، كابتن خالد كرم، احمد حسن، احمد رجب، طيارات ناحيه اليمين، السكور يخلص اول ربع ساعه الشوط الثاني الفرق تقع. ولما لعبت بقى مع علي لا خدنا احنا الشوط الاولاني احنا كسبنا هناك 2-0 يعني اللي انا قلت لهم السر بقى قلت انت السر عشان برضو الملعب النادي الاهلي بيحب المساحات عشان يبقى كره النقل اوفر لاب والتيك اوفر والحاجات دي من محتوى اداء النادي الاهلي. في الملعب مش زي زمان الاهتمام والصيانه ونجيله ملعب كنت بقول للكابتن ضياء كان احسن ملعب في الدوري ملعب نجيلته بس دلوقتي الاهتمام غير مش هو اللي كسبك عنه بالظبط عايز اقول لك كابتن ضياء عندنا لقاء يوم الخميس من اهم واقوى اللقاءات الزمالك امام الاسماعيلي كيف ترى هذا اللقاء؟ لا طبعا يعني برضو الماتش صعب الزمالك في موقف لا يحصل عليه اسماعيلي ما شاء الله عامل موسم جيد جدا يمكن عنده واحد من الفراوده الكالدرون ده ما شاء الله يعني كولومبيا لا لعيب تحس ان هو فايتر برضو زي اجاي كده بس اقوى واسرع شويه انا بقول لك هو اقوى واسرع شويه لكن كورته مش زي اجاي بس انت محتاج ايه من الفرو ده كابتن فاروق غير انه يجيب لي ويخلص لي انا كان في فتره من الفترات كابتن عمرو يقول لك الراجل ده محطه يا عم والنبي بلاش كلمه محطه ايه يعني ايه محطه يا جماعه بيقول لك ده محطه كويس قوي انا مش عايز محطه ويلعب الناس طب وبعدين صددة انا عايز محطه دي تعمل لي ايه تجيب لي جون تجيب لي ضربه جزاء يعمل لي كره خطره يبقى جوه ال 18 في 90 دقيقه راس الحربه بفعاليته لكن انا محطه وانا انا اجيب اي حد يا كابتن في الدنيا واخليك محطه وان والتو او انت محطه صداده انا كلمه محطه دي للاسف كانت طلع بعض الناس اللي بتتكلم على الكوره يقول لك اصل ده محطه كويس قوي طب عمل لي ايه المحطه كفيرو ده انا محتاج ايه من المحطه دي انا مش عايز حاجه محطه ممكن اجيب اي حد العبه محطه لكن انا محتاج حد يطلع لي واحد من تحت واحد يسند لي واحده يعمل لي تو مع واحد من الناس الديفندرات اللي جايه بتكمل الفراوده اللي جايه بتكمل السايد رايد السايد ليفت يشتغل معاه خطر على الجول يخلص لي واحده يعني بلغه الكوره بحرفنته يخلص لي واحده ويعدي ويجيب لي هل ترى ان الزمالك ماتش صعب جدا على فوز على الاسماعيلي الموقف صعب انا بصراحه الماتش ده صعب يعني انك انت تقيمه تتكهن فيه مع ان يعني ما سمعت والله اعلم كان صح او غلط كابتن عمرو برضو ان بيقولوا يعني اخر مباراه ممكن تبقى ممكن وناس تيجي تقول لك لا خلوه موجود لان هو خلاص بدا يحفظ الفرقه وبدا يعرف الفرقه انا مش عايز يا كابتن علق شماعات انا مش عايز علق شماعات يعني هو بعد 11 ماتش لسه ممكن يقول لك يا كابتن ما هو بص يا كابتن كلمه والكابتن عمرو عليه كويس قوي انا كمدير فني جاي جديد على فرقه هقول لك ايه لما اقول مش اللعيبه اللي انا اخترتها اللعيبه دي مش فكرتي نمره 2 نمره 2 البدني وحش قوي نمره 3 مفيش تفاهم بين اللعيبه وبين بعضها نمره 4 محتاج فرود علشان محتاج سرد باك علشان محتاج ديفندر يوصل ومحتاج يربط بين ده وبين ده هجيب لك يا كابتن 20 شماعه علق عليها وده يعني ده الواضح يا كابتن انت رضيت وتمسك فرقه قول انا خلاص اتحمل مسؤوليتها لكن ما تجيش بقى تقول لي وتعلق الشماعات لكن الاسماعيلي لا الاسماعيلي عنده من الـ الدوافع اللي تخليه الماتش ده بالنسبه له 3 بونت انا لا اقل من المقصه ولا اقل من الفرقه الثانيه يا كابتن استقرار كتير قوي في مجلس الاداره فهيبقى ماتش صعب يعني تعقيب على ماتش الاسماعيلي والزمالك اعتقد ان في استقرار مهم قوي في الاسماعيليه بعد انتخاب احد عمالقه عيله عثمان للنادي الاسماعيلي في هدوء في فكر المدرب بتاع الاسماعيلي واضح قوي وبصمه كلنا لمسناها هدوء غير عادي رغم صغر سنه هدوء فكر بيعرف يشتغل بتكنيك معين وباسلوب واضح للناس كلها غير منفعل تغييراته في الصميم بيعمل حاجات تضاف له كمدرسه تتحط في الفتره اللي احنا فيها دي من احد المدربين الكويسين اللي موجودين على ساحه في دار ممتاز
زي ما حضرتك بتقول ظروف مستر نبوشه ونادي الزمالك، لا اعتقد هي بتبقى حل للطرفين، اسماعيلي كسب اقاله نبوشه، الزمالك كسب تكمله نبوشه، هي بتمشي كده، هي بتمشي بهذا السيناريو ده. الكوره كده في مصر. الاستقرار اللي موجود في نادي الاسماعيلي لصالح لعيبه الاسماعيلي. برضو هنقول الاداء بتاع لعيبه الزمالك بالاسلوب اللي هيرضي الكل، هتلاقي ماتش من احلى الاسابيع اللي هتتفرج عليه. عايز اسال حضرتك سؤال مهم، وده بيتقال دايما على فرقه الاسماعيلي. الاسماعيلي ال 11 في الملعب كويسين جدا، ولكن مفيش دكه، وفي بعض الامور بيبقى حاله اللعيبه مثلا كالدرون ملوش بديل في النادي الاسماعيلي في حاله اي شيء، غيابه او حتى يعني ابتعاده عن المستوى. يعني ماتش الاهلي كالدرون عقب تبديله النادي الاهلي تساعد تماما تماما تماما، حتى الفرص اللي كانت جايه للنادي الاسماعيلي ما كانتش ما بقتش موجوده مره اخرى. نرجع لكلمه الكابتن ضياء، المدير الفني او المجلس اداره او الجهاز القديم اللي بيختار اللعيبه اختار 11، دي صبر هو اللي مختار كله كويس. ده اللي موجود، ده الاسلوب اللي المطبخ هيديره. يعني انا هقول لحضرتك مثلا النادي الاهلي من فضل الله، لو جيت قلت لك غياب مؤمن هتقول لي في وليد سليمان، غياب اجاي هقول لك كاش النادي الاهلي في ما في انا بتكلم ان النادي الاسماعيلي مثلا غياب كالدرون حضرتك وكابتن ضياء، بص اهو كابتن ضياء عمال بقى بيفكر. انا عايز اقول لك حاجه، لا انا ليا تعقيب على طول. معلش كابتن ابراهيم حسن، لا كان النادي الاهلي، كان النادي الاهلي، كان النادي الاهلي المفروض، كان النادي الاهلي، كان النادي الزمالك المفروض، اسماعيلي، انبي، دجله، مقصه الفتره الاخيره ديت، مفيش حد. ما تجيش تقول لك يا فاروق معلش انا ضد دي، فلان غايب الفرقه تاثر بيه، لا 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 ما عنديش، ما عنديش كابتن، ما عنديش لا انت بتتكلم فيها يا كابتن، معلش انا بتكلم في فرقه اولا بتصرف. لو اتكلمنا على فرق وعلى فرق بتصرف وفلوس، لا فرقه بتصرف وتجيب اغلى واحسن لعيبه اذا كان هنا او هنا او هنا. لعيبه يعني انت حضرتك شايف ان في مثلا، انا مش هذكر يا كابتن، لعيبه في المقاصه يا كابتن من سنتين كان ثمنها يا كابتن ثمنها 5 و6 مليون جنيه. المقاصه جايبه لعيب ب 5 و6 مليون جنيه. انا بتكلم عليه يا كابتن، ما تجيش تقول لي لا عشان فوافي مش موجود فالاهلي فالمقاصه لا او كواليك، لا 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 اطلاقا يا كابتن. لكن انا بسالك دلوقتي، هل كالدرون مش موجود في بديل ليه في النادي الاسماعيلي؟ لا مش على نفس الكفاءه بتاع كالدرون. انا معاك، هو ده اللي انا بتكلم. بس اقول لك حاجه، دي سلاح ذو حدين يا كابتن عمرو. انت لو برضه لو تيجي ترجع لبعض الفرق، الحرس لما خد كاس مصر مره واثنين يا كابتن، كان كام واحد في الملعب موجودين بصفه الاستمرار بنسبه 99% في الملعب ما بيطلعوش؟ 12 13 لعيب يا كابتن. بالظبط، ولا غلط الكلام ده يا كابتن؟ نعم. 12 13 لعيب ما بيتغيرش. نعم، ارجع يا كابتن للحرس زمان، 12 13 لعيب من ايام بقى احمد عيد واحمد عبد الغني، لا عبد الحميد وعبد الحميد مع عبد الغني واحمد عبد الملك، واحمد عبد الملك يا كابتن ده، و الفيرود اللي راح الزمالك الاشول مكي احمد حسن، الثلاثه ما بيتغيروش، الديفندرين ما بيتغيروش، حليم والهرد. عملوا ايه يا كابتن؟ خدوا ايه؟ خدوا 2 كاس مصر وخدوا طبعا واحده. بس يعني انا بتكلم في ايه؟ ممكن دي مخليه الاسماعيلي دلوقتي كابتن الاول، ولا ايه يا كابتن عمرو؟ ما هو الاستقرار ال 11 الاستقرار دوت مخلي الاسماعيلي الاول دلوقتي كابتن فاروق. قصدي كابتن محمد ان ال 11 لو لا قدر الله في مشكله، الله حصل حاجه، هل في اخفاق في النط؟ ممكن يا كابتن في حاجه برده في لغه الكوره احنا كمدربين. اقول لك حاجه كابتن فاروق، دي واضحه جدا لكابتن عمرو طبعا. 10 يشيل واحد ويتشال 2، واحد ما يشيلش 10، لكن واحد لا يشيل 10 ولا 2 يشيلوا 9 ولا 3 يشيلوا 8 ولا 7 يا كابتن فاروق. فممكن سهل قوي ينصهر في بطاقه الثمانيه او التسعه اللي موجودين في الفرقه، وعادي جدا وتعدي وخلاص، وخصوصا يا كابتن ان المكسب بيجيب مكسب وهم فايقين، فدي سهله جدا جدا ان هو ممكن مفيش مشكله بالنسبه له. الصعبه بالنسبه للنادي الاسماعيلي، النادي الاسماعيلي واجه النادي الاهلي، النادي الاهلي تفوق او هي كان واحده من افضل مبارياته امامه نادي الزمالك، هيبان اذا كان النادي الاسماعيلي ناوي على المنافسه في هذا الموسم امام الكبار. المنافسه تاتي من الفوز امام الكبار. طبعا هنا بينتهي وقت هذه الفقره، كان نفسي طبعا الوقت يطول معانا نجمين من النجوم الكبار، لكن ان شاء الله هيبقى في حلقات ثانيه مع نجومنا الكبار. بشكر في النهايه كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن ضياء، كنت ربنا يخليك فاروق. ميرسي يا فاروق، ربنا يخليك، سعيد معاك انت ومع حبيب قلبي كابتن عمرو. ربنا يخليك يا كابتن ضياء. مش هقول الهضبه، ملك العالم، ملك العالم. الله يكرمك يا ايضا كابتن مصر النادي الاهلي كابتن عمرو الحديدي، كنت دائما منورني وان شاء الله اشوفك ثاني. ربنا يخليك يا كابتن محمد. ميرسي يا كابتن، شكرا. لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، ما تروحوش بعيد عشان نادي الاهلي حديث.